يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. تحياتي لكل جماهير نادي الاهلي العظيم. الحقيقه يمكن يعني كانت صاحبه فضل كبير جدا على نجاحات اجيال مختلفه من النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي اللي عمرها ما كانت قاسيه على فرقتها، واللي عمرها بالمناسبه ما زعلت على خساره بطوله طالما كانت شايفه او مقتنعه او مصدقه ان فرقتها ما تستحقش البطوله دي. لكن الدوري السنة دي الحقيقة القصة غير. القصة انك انت الحقيقة من بداية للنهاية، ورغم انك انت لعبت ضد ظروف كتير جدا معاكسة، جماهير النادي الاهلي عندها قناعة انها الاحق والاقدر بلقب الدوري العام. ارقام كتيرة جدا تأكد على الكلام ده، وظروف كتير جدا صعبة، منها ما هو مرتبط بجدول الدوري المشوه، منها ما هو مرتبط بحالة الإجهاد اللي عانى منها لعيبة الاهلي نتيجة تراكم البطولات والمشاركة في عدد كبير جدا من البطولات في، أنا مش هسميه موسمين، هو موسم واحد ممتد الحقيقة على مدار سنتين متتاليتين، منها التحكيم، منها حاجات كتيرة جدا وقفت في وشك. ولكن مع كل الظروف الصعبة دي الجماهير ما زالت بترى إنها الأقدر والأحق بلقب الدوري السنة دي. دي الحقيقة رقم واحد اللي ما تقبلش المناقشة أو الجدال. الحقيقة التانية، وهي صحيح جماهير الأهلي زعلانة، صحيح جماهير النادي الاهلي متضايقه، شايفه ان البطوله كانت في ايديها، حتى رغم ان احنا ضيعنا فرص كتير جدا وفرطنا في نقط كتير جدا بالنسبه لجمهور الاهلي ما كانش ليها محل من الاعراب، نقط كانت شبه مضمونه. ولكن خليني اقول لحضراتكم ان نفس الجماهير اللي زعلانه واللي ممكن تكون غضبانه ومتضايقه شويه هي اللي عندها قناعه انه بطوله الدوري مش هتحسم بشكل نهائي الا مع الثانيه الاخيره. انا على يقين 99.9% من جماهير النادي الاهلي عندها قناعه انه الدوري باذن الله في الجزيره، ومش هيتحسم او مش هيحسم لقب البطوله الا في الثانيه الاخيره من المباراه الاخيره في عمر الدوري الممتاز، وباذن الله نحن له. نكلم حضراتكم النهارده، طبعا عندنا ماتش مهم جدا بكره مع طلائع الجيش في استاد الجيش في السويس، مباراه في منتهى الاهميه. الاربع ماتشات اعتقد انه مبدئيا كده خلينا متفقين، جماهير النادي الاهلي لن تتنازل باي حال من الاحوال على الفوز والمكسب في الاربع ماتشات اللي جايين، ده بدءا ذي بدء بصرف النظر عن بطوله الدوري عشان نبقى متفقين.